ده ثايرويد جلاند، حطها في الاناتومي اللي بعدها بعدي هيجي نحرق له المحاضرة ولا نسيب له حاجة يقولها؟ لا لا ندوس ندوس اللي ايه؟ قالوا هم كده كده انا بقول الغلبان بتاع الاناتومي ماشي يا فندم اتفضل النهارده ما فيش مشكله وحاطط الجيدات وطالع الزرع طلع بالنسبه لي الثايرويد جلاند هيبقى اوبجيكتيف اكسبلين ذا فارينجال ارشز اند باوشز وبعد كده الثايرويد يعني في حته كبيره شويه هتدخل في الديفلوبمنت اوف الثايرويد جلاند فارينجال ارشز اند باوشز السنه اللي فاتت خدتوا فكره عنها؟ ايه؟ هيضربوك ها؟ هيضربوك يعني انت الوحيد اللي هو الوحيد اللي كان حاضر المحاضره يوم انا قلتها كان شوال واحد في الدفعة. المهم هناخد فارينجال ارشز وباوشز ودي حاجة مهمة جدا جدا وهناخدها مرة تانية في الديفلوبمنت اوف ذا هيد والناس السنة دي لأول مرة على مستوى جامعة أم القرى من 12 عام هندرس الديفلوبمنت اوف ذا فيس والهيد والنك والديفلوبمنت اوف ذا سي ان اس. أول مرة على مستوى جامعة المنطقة أنا كنت ديفلوبمنت أوف سي إن إس والبيس كانت حاجة من الحاجات المقرفاني جدا جدا وقفاني جدا جدا وزعلاني نفسيا إنك أنت مدت رجلك تبين لي السقال دلوقتي السقال ليه الإغراء ده على الصبح يعني؟ استغفر الله أعوذ بالله أعوذ بالله مش كده بص حقرفك عارفك يعني هقعد اقول كلام كتير كده عشان اللي انت عملته هو في قصين وزعلان كده لا هو مو زعلان انا بس ايه بفرفش الاول شويه عشان انا صاحي الساعه 8 وثلث حتى تخيل صاحي 8 وثلث من النوم عشان نايم الساعه 7 وثلث احلى نص ساعه كنت نمتها النهارده الديفلوبمنت اوف الثايرويد والثايرويد بريسر وبعد كده الكونجنتال الثايرويد جلاند بتاعتي دي واحده من اهم الاندوكرين جلاندز المهمه موجوده في اللور بارت بتاعت الفرونت اوف ذا نيك موجوده في اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نيك هذه الجلاند فورمد اوف تو لوبس التو لوبس دول كروس اكروس الميدل لاين عن طريق حاجه اسمها الاسماس كل لوب من اللوبس دول شكله بيراميدال من شيب ليه ابيكس فوق وليه بيز من تحت. في النك هنا حاجه اسمها ثايرويد كارب. حاجه اسمها ايه؟ ثايرويد كارب. هذا الثايرويد كارتريج بيبقى كارتريج من السكيلتون اوف ذا لارينكس. عندي حاجه اسمها لارينكس عباره عن شويه كارتريج كونكتد باي ممبرينز لايند باي ميوكاس ممبرين وموفد باي ماسلز يعني انت كده مش هتمسك حاجه كده تقول عليها لارينكس ده اللارينكس دي شويه مش زي الاسوفيكاس مثلا كده ولا زي الودن ولا مش عارف زي اللسان لا ده اللارينكس دي شويه ستراكشرز على بعض شويه كارتليج حاجه اسمها ثايرويد كارتليج والثايرويد كارتليج عباره عن كارتليج عامل زي تو بليتس اوف بوك او بوك مفتوح لورا كتاب مفتوح لورا عامل زي كده بالظبط خلاص زي ما ايدي بالظبط سبحان الله جت كده اثنين لاميني كونكتد ويز ايتش اذر اكروس الميدل لاين وبينهم من فوق حته سبيس كده عامل زي حرف البي ودي بروميننت قوي في الميلز عن الفيميلز وبنسميها الادمز ابل هي دي تفاحه ادم خلاص البتاع اللي تحسنها دي اسمها ثايرويد ايه كارتش هذا الثايرويد كارتش تحت كارتش تاني عامل زي الخاتم بس الرنج اللي قدام والبليت لورا الرنج اللي قدام والبليت لايه لورا طبعا مفيش خاتم هيبقى في الساعه اللي انا زللكم بيها من السنه اللي فاتت دي خلاص ولبستها النهارده مخصوص برضه عشان ازللكم بيها عشان اللي هيعرفها برضه قلت هديله كام انا قلت هديله كام اللي يعرف مركز الساعه دي ما قلتش طيب الكريكوت كارتليج عامل بالظبط زي دي كده رنج لقدام وبليت لورا خلاص
والثيرويد كارتريج راكب عليه. هذا الكارتريج اسمه كيريكويد كارتريج. اسمه ايه؟ كيريكويد كارتريج. يعني انت في الميدل لاين كده هتلاقي في الثيرويد ادي التو بليتس بتوعه والبروميننت بارت ده هتسميه الادمز ابل. تحته كده حاجه اسمها الكيريكويد كارتريج. هنا بيبقى على الثيرويد كارتريج في حته رينج ماشي بالعرض كده او اوبليتلي بنسميه البيك رينج اوف ذا ثيرويد كارتريج. اسمه ايه؟ اوبليك رينج. خلاص الابر بول اوف ذا ثايرويد كارتليج نوت اكسيد الاوبليك رينج اوف الابر بول اوف ذا ثايرويد جلاند عفوا نوت اكسيد الاوبليك رينج اوف ذا ثايرويد كارتليج. يعني يقف لغايه الاوبليك رينج اوف ذا ثايرويد كارتليج وما يعديش بعدها. يعني انت لو عندك كده لو ده ثايرويد في اوبليك رينج كده الابر بول بتاعت الجلاند ما يعديش هذا الاوبليك رينج. خلاص هنا بقى الثايرويد بتبقى اكستندد من الاوبليك رينج اوف ذا ثايرويد كارتليج داون تو ذا تراكيال رينج رقم 4 أو 5 لغايه الرينج رقم كام؟ 4 و5. سام تايمز 50% من الناس بيبقى فيه حته لوب صغير كده اسمه بيراميدال لوب طالع من الابر بوردر بتاعت الاذمس وبيبقى طالع منه حته فايبرس باند تمسك هذا البيراميدال لوب مع حته عظمه كده من السكيلتون اوف ذا لارينج اسمها هايويد بون. اسمها هايويد ايه؟ بون. يعني انت الاستراكشرز في الميدل لاين بتاعك انت لو رفعت دقنك لفوق كده ده بيبقى السيمفيسيس منتال بتاعه الماندبل. الماندبل عباره عن تو بارس كونكتد اكروس الميدل لاين بسيمفيسيس منتال زي الهيب بونز بتبقى فيها سيمفيسيس ان بيوز. لما تنزل من السيمفيسيس منتال اول حاجه ممكن تحسها وارجوك ما تحسهاش جامد وما تلعبش فيها اول حاجه حته عظمه كده عامله زي البورس شو شيب و very fragile لأنها very thin bone اسمها هايويد بون. اسمها هايويد ايه؟ بون. دي أول واحدة من السكيلتون اوف ذا لارينكس وهذه الهايويد بون ماسك فيها مسلز كتيرة لللارينكس وبتعمل بتفتح وتقفل اللارينكس. ففي بعض الأحيان بيبقى في ناس هزارها غشيم شوية غشيمة في الهزار هزار صعيدة ماشي الصعيدة المصريين ماليش دعوة بالصعيدة السعوديين ما عرفهمش هم مين عندهم صعيدة ولا عندي صعيدة. طيب المهم إذا احنا الميزة عندكم انتوا بتتكلموا مع بعض بالصوت العالي. خلاص انتوا بتتكلموا بصوت عالي. عندنا في مصر الشباب بيهزر بإيده بيهزر بإيده اكتر حاجة بإيده ولسانه. يعني عندنا لسان زفر قوي. بص ليه العيال عماله تشتم في بعض شتيمه قذره قوي وعمال يلعب سلسفين قوي ده وسلسفين قوي ده وبعدين الهزار بالايد. ففي واحد مثلا يجي صعيدي غبي شويه ويجي على واحد يقوم عامل له كبير انت كنت فين واتاخرت ليه احنا مش متفقين ان احنا ننزل ويمسك غير قبل فجاه يلاقيه زرق في ايده ومات. هو ما خنقهوش هو مش انه ماسك كابس على نفسه لغايه ما خنق لا ده هو عمل حركه ما يعرفهاش لانه ما خدش اناتومي هو بتاع تجاره ولا حاجه تك ام كسر الهايويد بون الهايويد بون اتكسر بتاعته. خلاص اول ما الهايويد بون اتكسر بيحصل كولابس يعني اللنج بتاع ده اللارينكس بتقفل ويحصل له اسفيكسيا ودي من الحالات الامرجنسي اللي ممكن بتروح الايه من المستشفى. المهم يبقى دي هتبقى لغايه الاوبليك وبعد كده هذه الثيرويد جلاند بتبقى ماسكه او متحوطه بفايبرس شيس درايفد من حاجه اسمها بري تراكيال فاشيا. الدي فاشيا اوف ذا نيك بنسميها انفستنج فاشيا عامل زي الفاشيا لاتا بتاعت اللور ليمب كده زي الشراب ماسكه اللور ليمب كله.
هنا عندك في النك في فاشيه ثانيه اسمها الانفستنج فاشيه اوف ذا نك، اللي هي دي فاشيه اوف ذا نك اسمها انفستنج فاشيه، زي الشراب اللي بيلبس في الرقبه كلها. خلاص بيمسك ليها اتاتشمنت كده وتنزل ليها اتاتشمنت كده عشان تكيب الاستراكشرز ان بليس. يعني كلنا رقبتنا سموث، مفيش جلاند طالعه، مفيش ارت بيطالع، مفيش مش عارف ايه فكده. هذه الانفستنج فاشيه بتدي شويه فاشيه اسمها بري تراكيه فاشيه اللي هي قدام التراكيه، تحوط هذه الثايرويد جلاند. يبقى الثايرويد جلاند بتبقى محاطه بفاشيه درايف فروم ذا بري تراكيه فاشيه، وهذه الفاشيه بتكونكت هذه الثايرويد جلاند مع اللابس. عشان كده هذه الثايرويد جلاند بتموف اب and down during the deglutition. اما بتيجي تبلع ريقك اللاركس بتطلع لفوق، فلما تطلع لفوق الثايرويد جلاند بتاعتك فيها فاشيه، حواليها فاشيه، وهذه فاشيه ماسكه في اللاركس، فالثايرويد جلاند بتطلع وتنزل مع الموفمنت بتاعت اللاركس، وديورنج الديجلوتيشن اللاركس بتطلع لفوق فالثايرويد جلاند بتطلع لفوق. ودي حتة مهمة جدا جدا، ان هي differentiate between the swelling in the middle line في البودي. لو انت عندك عيان عنده swelling في middle line of the body it may be او it might be thyroid swelling او lymph nodes. خلاص؟ thyroid او lymph nodes. اذا ما كانتش انت بتمسكها بايدك كده او بتبص وتخلي العيان يبلع ريقه، تقول له ابلع ريقك يبلع. إذا هذه السويلينج موفد وذ دوبلوتيشن 100% ثايرويد. إذا كانت فيكسد ان بوزيشن ومش بتتحرك يبقى دي ميدل لاين سويلينج، أي حاجة ثاني ممكن تبقى ليمف نود، ممكن تبقى سيست، ممكن تبقى إيه، أي حاجة. هنا الثايرويد جلاند بتاعتك دي بتبقى متغطية من قدام بحاجة اسمها الاستراب ماسل أو بري تراكيال ماسل. اسمها الاستراب او ريتراكيال ماسلز. اول واحده حته عضله صغيره كده بنسميها سوبيرو بيلي اوف هومو هايويد، والثانيه عضله اسمها ستيرنو هايويد. هما في تو لايرز، خلاص الماسلز في تو لايرز، سوبرفيشال ودي. السوبرفيشال لاير بتاعتك بتبقى لو دي الهايويد بون، عضله بتيجي من الاسترنم لغايه الهايويد بون، عفوا بتيجي من الاسكابيولا لغايه الهايود بون، بنسميها سوبيريور بيلي اوف هومو هايود. وجنبها عضله جايه من الاسترنم للهايود بون هنسميها استرنو هايود ماسل. تمام يا جماعه؟ حد معايا؟ السوبيريور بيلي اوف هومو هايود بتبقى جايه من الاسكابيولا، انفيريور بيلي وسوبيريور بيلي من الهايود، والاثنين بيتقابلوا مع بعض بحاجه اسمها انترميديت تندون تحت الاسترنو ماستود ماسل اللي هي العضله التخينه قوي دي. يبقى دي بتسميها البري تراكيال ماسل او الاستراب ماسل، عامله زي الاسترابس كده او زي الشريط، واحده لاترال واحده ميديال. اللاترال اسمها سوبير بيلو اوم هايود، والميديال اسمها ستيرنو هايود. لما تشيل دي هتلاقي واحده اسمها ستيرنو ثايرويد وتكمل بعدها ثايرو هايويد. استيرنو ثايرويد وتمسك في الاوبليك ريدج وبعدها ثايرو هايويد من الاوبليك ريدج اوف ذا ثايرويد كارتج لغايه الهايويد بون. يبقى الاستراب ماسلز بتاعتك سوبيرو بيلو بومو هايويد واستيرنو هايويد سوبرفيشال، لو شلتهم لاترال هتلاقي واحدة اسمها ستيرنو هايويد وتكمل از ثايرو هايويد ماسل. هنا بقى حد منكم يقدر يستنتج لماذا أي سويلنج فيه الثايرويد جلاند هيبرج انتيرولي ومش هيكستند سوبيرولي؟ ثايرويد. ليه؟ علشان الاتاتشمنت اوف ذا ستيرنو ثايرويد ماسل. خلاص؟ ستيرنو ايه؟ ثايرويد. هتمسك من الاسترنم لغايه الاوبليك رينج اوف ذا ثايرويد كارتليج، الجلاند تيجي تطلع تلاقي في ماسل مغطيها من فوق تمنع الابورد ديسبليسمنت اوف ايه؟ اوف ذيس ماسلز. هنفهم حاجه؟ دي اصلا مش شغلتي، الراجل اللي جاي مش هيقولها.
الثايرويد جلاند طبعا الريليشن بتاعتها مش هنقعد نقول كتير من قدام اللي انا قلتهم دول، ستيرنو ماستويد ستيرنو هايويد وسوبير بيري هومو هايويد ستيرنو سايرويد وسايرو هايويد. بصوا اللاترال ريليتد الحاجه محترمه قوي اسمها الكاروتيد شيث، هذه الكاروتيد شيث فيها كومن كاروتيد ارتري وانترنال جاجولار فين، وبينهم حاجه اسمها الايه الفيجاس على الميديال سايد. الثايرويد لازقه كده على انبوبتين من فوق وانبوبتين من تحت، انبوبتين من فوق وانبوبتين من تحت. الثايرويد جلاند لازقه من فوق هنا على اللارينكس المقابل ليها من ورا فارينكس، يبقى لازقه على الفارينكس وايه ولارينكس، ومعاهم عضله صغيره اسمها كريكو ثايرويد ماسل. كريكو ثايرويد هتطلع منين؟ من الكريكويد دي الثايرويد، ومن تحت لازقه على تو تيوبس وبينهم نيرفز. التو تيوبس بتاعتك التراكيه من قدام والاسوفيجاس من ورا، وبينهم نيرف اسمه ريكارنت لارينجيال نيرف. سهله قوي الريليشن يا فهد، ها سهله الريليشن. الثايرويد لازقه كده من فوق انبوبتين وبينهم عضله مع النيرف بتاع العضله، ومن تحت انبوبتين وبينهم نيرف. من فوق فارينكس ولارينكس وكريكو ثايرويد ماسل، والنيرف بتاع الكريكو ثايرويد ده اسمه ايه اكسترنال لارينجيال نيرف خلاص. ومن تحت هتبقى عباره عن التراكيه والاسوفيجاس وبينهم ريكارنت لارينجيال نيرف خلاص. ومن ورا بيبقى في عندك الكاروتيد شيث وفيها الكومن كاروتيد ارتري والانترنال جاجولار فين والفيجاس نيرف. الثايرويد دي هايلي ريتش ان بلاد سبلاي، بيجي لها سوبير ثايرويد ارتري، ده بيبقى من الاكسترنال كاروتيد او البرانش من البرانشات اوف ذا اكسترنال كاروتيد، وبتبقى من تحت بيجي لها انفير ثايرويد ارتري من حاجه اسمها ثايرو سيرفايكال ترانك اوف ذا فيرست بارت اوف ذا سابكليفيال ارتري. سام تايمز سام بيبول بيطلع في ارتري صغير كده من الارش اوف ذا اورتا اسمه ثايرويدي ايما ارتري، اسمه ايه ثايرويدي ايما خلاص من الارش اوف ذا اورتا. سام تايمز يطلع من الارش اوف ذا اورتا ارتري صغير كده اسمه ايه ثايرويدي ايما. بيحصل فيري فريلي اناستوموزيس between the branches of the superior thyroid and inferior thyroid artery على ال upper and lower border of the isthmus of the thyroid gland. نسينا نقول على ال posterior border of the thyroid gland من ورا في two glands صغيرين اسمهم بارا thyroid gland، واحدة في middle of the posterior border، واحدة على ال inferior angle اسمها superior thyroid and inferior thyroid. ال venous drainage of the gland هتدرين بثلاثة veins superior thyroid vein و inferior thyroid vein hydrained from the internal jugular vein. inferior thyroid vein كل ال veins بتكولكت مع بعض وتعمل inferior thyroid vein واحد بس مش اتنين، وهيبقوا drained في حاجه اسمها left brachiocephalic vein او left inguinal vein. هل يا superior thyroid veins يا في الانترنال جاجولار يا في الفيشل ولا في الانترنال؟ لا هو انترنال جاجولار على طول، والفينز معناها فاريشنز لو بالك يعني، بس لما نجمك يعني السوبير ثايرويد بين هيصب في الانترنال جاجولار بين، والميدل ثايرويد هيصب في الانترنال جاجولار، والانفير ثايرويد هيحصل فيه كولكشن في الفينز كلها في انفير ثايرويد واحد ويخش فيه بريك بوكس فاليك فين. نيجي بقى على الحته بتاعت الفيديولوجي بتاعتنا، انا مش عارف ايه اللي بيدخلني في الكلام ده، تسلم وراء بعد اثنين ربع وراء كده انت لابس كوتشي نايك كده ها؟ سكتشرز سكتشي الفرنجر ارشز والفرنجر بارشز. بص يا شباب during الامبريولوجي احنا عارفين بقى الرسمه بتاعت الاكتو والاندو والميزو في النص خلاص، الثلاثه اللي هي بتيجي في منطقه الفارينكس، منطقه الفارينكس بريميتيف فارينكس، يحصل في سويلينج للميزودير بحيث انها تكون سته ميزوديرمال سويلينج بنسميهم الفارينجيال ارشز، سته
يمين وستة شمال ويتقابلوا مع بعض في الميدل لاين، يطلع من هنا سويلينج وسويلينج ويعملوا ارش، سويلينج وسويلينج ويعملوا ارش، سويلينج وسويلينج ويعملوا ارش. ازاي يا عم الدكتور؟ حد هيديني ورقتين ولا نمشيها كده فهم ناس كبار؟ ها؟ نمشيها فهم ناس كبار؟ ورقة واحدة حتى كفاية، مش مهم اتنين. لو ده الاندوديرم وده الاكتوديرم وهيبقى في بينهم مين؟ ميزوديرم. الكلام ده كده يا رجاله بالظبط هنا كده بقي اهو ها كده في الحته دي ماشي؟ اندور فوق واكتول تحت، والميزوديرم فين؟ في النص. هتبص تلاقي الميزوديرم عم حاصل فيه سويلينج، سته سويلينج، بس انا مش همسك سته علشان ما نضيعش ايه وقتنا، كفايه ثلاثه كده. الله عليك. قوي بس الله عليا برضه. يلا بقى ما تخسفينيش. ها؟ كده عايز ايه؟ كمل. ها؟ طيب كمل عليك. طب ما تيجي انت. ما تيجي انت. كمل عليا ازاي يعني؟ الكاميرا عليا، انا بحسب يجي يساعدني. طب ما تشوفني مناخير طيب. ولا انت بتنفخ في مناخير في كمك كده؟ لا مش ولا في كم اللي جنبك؟ ولا على الارض؟ بيحصل فيه سويلينج خلاص؟ ميزوديرمال سويلينج تقوم عامله ارش. يعمل كام ارش؟ سته. بنسميهم فيرست سكند ثيرد فورث فيفث فارينجال ارشز. الفارينجال ارشز دي هتبقى لايند من جوه بايه؟ اندوديرم. اندوديرم وكفرد من بره بمين؟ بالاكتوديرم. صح الكلام؟ يبقى الفارينجال ارشز دي عباره عن ميزينكايمال او ميزوديرمال سويلينج in the floor of the mouth covered by endoderm from the inside، يعني ناحية الأورال كافيتي endoderm، و covered by ectoderm from outside. بنسميهم الفارينجيال arches. The spaces between the arches من ناحية الاندودرمال سايد بنسميها فارينجيال pouches. والسبيسز بتوين ذا فارينجيال ارش ناحيه الاكتوديرم بنسميها فارينجيال كليفت. بنسميها فارينجيال ايه؟ يبقى الارش يا رجاله معناها الميزوديرم، الباوشز معناها الاندوديرمال سبيسز بتوين ذا ارشز، الفارينجيال كليفت معناها الاكتوديرمال سبيسز بتوين ذا ايه؟ ذا ارشز. يعني انت حضرتك لو تخيلت شايف الفيتاس بتاعنا، خدنا سيكشن كده، انت عارفين دي ايه؟ فورجت من جد اسمهم ايه هو؟ شوف السومايز على فكره، فاكرين السومايز في الحاجات دي؟ خلاص كان هنا السومايز دي الارش، تطلع ناخد سيكشن في الارش في الفلور اوف ذا ماوس. شوف ده السويلنج بتاعي خلاص، ده السويلنج من بره هيبقى كليفتس، من جوه هتبقى ايه؟ باوشز. وده كله اندوديرم من جوه اهو، كل ده ايه؟ اندوديرم. واللي بره هيبقى الازرق ده مين يا رجاله؟ اكتوديرم. واللي في النص ده هيبقى ايه؟ ميزوديرم. الميزوديرم هيديك بون وكارتج، هيديك بون وايه؟ ومسلز. كل ارش ليه ديريفاتيفز، وكل ارش ليه نيرف سبلاي وليه ارتيريال سبلاي. فاكرين لما خدنا في الكارديو فاسكولار خدنا الاورتيك ارشز؟ والاورتيك ارشز كانوا سته، وكل ارش هيروح لفارينجيال ارش، كل اورتيك ارش هيروح لفارينجيال ايه؟ ارش. تمام؟ هنا بقى خلي بالك من الحته دي، الميزوديرم
في النص، والإكتوديرم من بره والإندوديرم من جوه. خلاص؟ ميزوديرم لما يكبر هيطلع لك ماسلز وهيطلع لك كارتج وهيطلع لك بونز. هتبقى كل الماسلز اللي طالعه هتبقى سبلايد باي نيرف وارتري والماسل دي. It may remain in its position or migrate anywhere في الهيد والنك. When it migrates anywhere in the head and the neck, it will keep its nerve supply. هتفهم حاجة؟ يعني هي هتطلع من هنا. خلاص هتطلع من الفيرست ارش. تمام؟ بس هتمشي في حتة تانية بعيدة. خلاص؟ وهي ماشية هتسحب النرف بتاعها. هتسحب النرف بتاعها معايا. يعني فور اكزامبل الفيرست فارينجال ارش ده المسلز بتاعته بتبقى اسمها المسلز اوف ماستيكيشنز. مسلز اوف ماستيكيشن اربع مسلز، في مسلزين صغيرين. مسل اوف ماستيكيشن دي اللي هي التمبوراليس مسل، ما ادريش كده، دي التمبوراليس، دي ماسيتر. في عضلتين تانيين مخفيين جوه اللي بيخلوك انت تنضغ لبان بقى وتنضغ كده وتعمل كده، اسمها ميديال ولاترال تريجويد مسل. دول سبلايد باي الفيرست ار سبلايد باي مانديبولار نيرف. هل المسل دي موجوده في الفلور اوف ذا فارينكس ولا مايجريت للتمبرال ولا انفرا تمبرال؟ مايجريت. النيرف سبلاي بتاعهم مانديبولار نيرف. ليه يا دكتور؟ عشان هي درايفد فروم ذا فيرست فارينجال ارش. السكند ارش تخيل بيديك كل المسلز اوف ذا اكسبريشنز، كل المسلز اوف ذا فيس. كل المسلز اوف ذا فيس. اللي بتخليك تضحك وتغمض، على فكره مفيش حاجه اسمها ماسلز اوف ضحك وماسلز اوف ايه؟ تكشيف. فتاوي الفيسبوك خلاص؟ يقول لك هل تعلم كم عضله عندما تبتسم؟ هل تعلم كم عضله بتقفل عندما امك تضربك بالشبشب؟ خلاص؟ على فكره هي كلمه حلوه قوي قوي من واحد حلو قوي بتاع متني. بيقول لك ان الفيشل الفيس كونتيننج اورفيس، الاورفيسز سراوندد باي كونستريكتورز اند دايليتورز، الترنيتيف اكشنز اوف ذا كونستريكتورز اند دايليتورز برينجز اوت ذا فيشل اكسبريشن. احلى تعبير سمعته في حياتي من احلى واحد بتاع اناتومي. خلاص؟ يعني انت عندك عينتين وعندك فتحتين مناخير وعندك فوق حواليهم كونستريكتورز وحواليهم دايليتورز. لما الدايليتور تشتغل تعمل حاجه. اهو ضحكت. في حاجه اسمها المصل اوف ضحك. في حاجه اسمها ليبيتو للبيال سوبريورز اليك نزال والبريسور مش عارف ايه وزيجوماتيكاس ميسور وزيجوماتيكاس ماينور، شويه ماسلز من الماسلز الكتيره بتاعت الفيز دي من السؤال بتوع الناس البوست جرادويت. خلاص؟ كشرت. بيبقى في حوالين العين عضلات بتفتح وحوالين العين والبق عضلات بتقفل. خلاص؟ اوربيكولاريس اوريس وحاجه اسمها اوربيكولاريس فوكيولاي. لو الاوكيولاي قفلت والاوريس قفلت انت بتقفل كده. فهمنا؟ المهم السكند ده مين اللي ورايا مصطفى؟ ها؟ طيب المهم المصلز اللي هتطلع هنا يا شباب هتبقى ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ليها نيرف سبلاي وهتاخد النيرف سبلاي بتاعها مطرح ما هي راحت. الفيرست ارش هيبقى مانديبولار نيرف، سكند ارش فيشال، سيرد ارش هيبقى حاجه اسمها السوبرينجيال، الفورس والسكس ارش هيبقى في الايه؟ الفيلز. دكتور الفورس والسكس فين الفيرست ارش؟ الفيرست ارش ديسابير فيري ايرلي وممكن يعني ايه ما بيبقالوش اصلا. يعني واحد واثنين وثلاثه واربعه وست ارش، رقم خمسه راح فين؟ غاب في داهيه مش عارفين طلع ليه واختفى ليه. خلاص يا جماعه؟ هيبقى عندك كام باوشز من جوه؟ لما يبقى عندك خمسه ارشز هيبقى عندك كام باوشز؟ اربعه. هيبقى ده الفيرست باوتش، السكند باوتش، السيرد باوتش، والفورس ايه؟ باوتش. بص هنا المنظر الجميل ده. دي عباره عن ايه يا جماعه اللي بره؟ كليفتس.
واللي جوه هتفتح ده الفيرست باوتش، ده السكند، ده الثالث، ده الفورث باوتش، والفيفث باوتش ريبريزنتد باي فيري سمول بارت او انكوربوريتد في الفورث. يعني هو كان موجود الاول قبل ما القرش ديسابير، صح؟ الباوتش رقم 5 كان موجود الاول. لما القرش راح الباوتش بقى ريدمنتري ستراكشر وهيبقى انكوربوريتد في الرابع، وهيخش فين؟ في الرابع، ولكن هو تكنيكالي الخامس. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم؟ الأولاد يا جماعة اللي ورا، يا جماعة اللي ورا، من الأول عندك كام باوتش؟ من الأول خالص عندك كام باوتش؟ خمسة، صح؟ لما القرش رقم 5 ديسابير، الباوتش بتاعه هيبقى صغير ريدومنتري ويخش في الباوتش اللي فوق. يعني الخامس هيخش فين؟ الرابع. ماشي يا جماعة؟ يعني أنا عندي أربعة باوتش وريدومنتري خامس. دكتور الخامس الفريق الأرض يختفي معاه الباوتش حقه؟ ما هو الباوتش مش هيروح، هو كان سبيس، دي كان حتة سبيس. لما القرش بتاعه يروح السبيس هيخش في السبيس اللي فوق. ماشي الكلام؟ هنا خلوا بالكم من الحته دي، احفظوها كويس قوي. الفيرست باوتش هيحصل فيه انفاجينيشن لبره كده، بيعمل لي حاجه اسمها تيوب تمبانيك ريسس والكافيتي اوف ذا ميدل ايد. هيدينا الودن من ايه؟ الكافيتي اوف ذا ميدل ايد من جوه، وهذا التيوب تمبانيك ريسس الديستال بارت تديك الميدل ايد، والبروكسيمال بارت يديك حاجه اسمها اوستيكيان تيوب. التاني الباوتش بيكبر شويه، في الصوره احلى. التاني هيديني حاجه اسمها الفالاتاين تونسلز، لما تفتح بقك كده بتلاقي فيه بورتين فوق، ها اللي هم الليوز، خلاص اللوستين افتح اهو كده عنده ليوز، دي الفالاتاين تونسلز. السيرد باوتش بتاعتي بيتقسم الى حتتين، حاجه اسمها دورسال بارت وفنترال بارت. الدورسال بارت بيديك الباراثايرويد 3 والفنترال بارت بيديك الثايموس جلاند. الثايموس بتاعتك هتسند هتاخد معاها الباراثايرويد اللي طالعه من ثلاثة، الاثنين هينزلوا الثايرويد، الثايموس هتوصل للريتروسترنال بليد او بارت بتاعها او الدم البريكارديوم، وبعدين الثايرويد اللي معاها هتقف على اللور بول اوف ذا ثايرويد جلاند. عشان كده الباراثايرويد اللي طلعت من ثلاثة هنسميها انفير باراثايرويد. تخيل اللي من ثلاثة الأول هتبقى اسمها إيه؟ انفير باراثايرويد. من الرابع هيبقى برضه في فنترال بارت ودورسال بارت. الفنترال بارت بتاعي الدورسال بارت بتاعي بيديني حاجة اسمها التيمو برانكيال بودي، التيمو برانكيال بودي، والدورسال بارت بيديني حاجة اسمها السوبير باراثايرويد أو الباراثايرويد 3. يعني انت تخيل الثايرويد جلاند بتاعتك عليها انفير سوبير وانفير وطالعين من الباوتش، مين اسهل ان هو او مين اللي المفروض يبقى سوبير ومين الانفير؟ المفروض ثلاثة تبقى سوبير واربعة الايه؟ انفير. ولكن علشان ثلاثة طلع معاها الثايموس جلاند، الثايموس بتنزل بتشدها معاها وتخليها في اللور بول. انما رقم اربعه الباراثايرويد اللي طالعه من الباوتش اربعه مش معاها غير حاجه صغيره كده اسمها الارتيمو برانكيال بودي، وهذا الارتيمو برانكيال بودي بيدخل فيه الثايرويد جلاند وبنسميها الباراثايرويد ايه؟ فور. الباراثايرويد الثايرويد جلاند از فيرست جلاند اندوكراين جلاند تو ديفلوب ذا انتابوتش، بتطلع تقريبا في نهايه الاسبوع الثالث او تقريبا بالظبط في اليوم ال 24. اليوم ال 24 احنا الفرنج الارشز بتاعتنا دي نسينا نقول انها بتطلع في الاسبوع الثالث والرابع والخامس، الاسبوع الرابع والكام والخامس. بص يا شباب لو رجعنا تاني كده للرسمه دي، ده ايه؟ وده ايه؟ سكند ارش، وده ايه؟ ثيرد ارش. طب لو الميزو ديرم ده كفرد بالان، صح؟ كفرد بالايه؟ بالان. ده الميزو كفرد بالان. طب الميزو ديرم ده لو طلع كده وعمل مصل هتبقى المصل دي كفرد باي ميوكس؟
ممبرين اللي هي الاندوديرم. الطنج كده، الطنج كده عبارة عن كور اوف ميوكاس ممبرين، كور اوف ماسلز كفرد باي ميوكاس ممبرين وموفد باي اكسترنال ماسلز، حاجة اسمها اكسترنال لينجوال او ماسلز والانترنال لينجوال ماسلز. طب افرض الاندوديرم ده حصل له انفاجينيشن لتحت، فبتعمل اندوديرمال انفاجينيشن، فهد عينيك معفنة ليه كده؟ يبقى لو ميزوديرم ده كبر كده وهيزق الميوكاس ممبرين يبقى هيعمل لك كور اوف ماسل كفرد باي ميوكاس ممبرين، ولو عمل انفاجينيشن لتحت هيعمل لك كور اوف اندوديرم. الاندوديرم ده هيديك جلانس. بص بقى هنا معلش خلي بالك معايا، شايف السويلنج ده والسويلنج ده والسويلنج ده؟ شايفين حاجة؟ ولا مش شايفين؟ الحتة دي علت شوية وعلت شوية وفي كرة في النص. طالعين من مين؟ لا اسمه معايا علشان أنا مش عايزكم هو في الدنيا عشان ما تحسنوش إن أنا مستعجل والتأخير مأثر على المحاضرة. اسمه معايا. خلاص؟ اقفل الباب عشان الصفوف ما يخشش. اقعد على الباب خد كورس واقعد أقول له ما تجيش. بص يا رجالة. ده سويلنج وده سويلنج وده سويلنج صح؟ طالعين منين؟ بصوا ما تبصوليش، طالعين منين؟ من فيرس صح؟ الميزوديرم كبر رفع الاندوديرم فوق عمل لك على الناحيتين كده حاجه اسمها تو لاترال سويلنج، تو لاترال لينجوال سويلنج، وواحده في النص كده اسمها كوبيولا، حاجة اسمها ايه؟ كوبيولا. كوبيولا؟ كوبيولا. ماشي؟ سيرو بي يو ال اي كوبيولا. يبقى دول اسمهم ايه يا رجالة؟ اثنين لاترال لينجوال سويلينج ودي اسمها ايه؟ كوبيولا. ماشي الكلام؟ على فكرة دولت لما يكبروا اسمهم لينجوال سويلينج هيتلزقوا مع بعض وهيخشوا من الحتة اللي ورا يعملوا حتة الطنك. خلاص؟ شايفين الحته الكبيره دي؟ طبعا منين وفين وفين بسرعه؟ السكند والسد وجزء منين؟ الفرص صح؟ مش مكمله الفرص صح؟ الله ينور عليا. الحته العاليه دي اللي بتطلع من السكند والسد والابر بارت اوف ذا فورس بنسميها تيوبيركولوم امبار. يبقى دولت اثنين لاترال لينك والسويلي خلاص، ودي كوبيولر. ماشي الكلام؟ وبعد كده في حته وراها كده نفسي مره يبقى معايا قلم محترم. دولت اسمهم ايه يا رجاله؟ لينجوال. ايه طب بسرعه، لينجوال سويلي ودي اسمها ايه؟ كوبيولر. دولت طالعين من الفيرس صح؟ ودي هتبقى عباره عن حاجه اسمها تيوبيركولوم امبار، دي طالعه من السكند والثيرد والابر بارت اوف ذا فورس. الاثنين لاترال سويلنج مع الكوبيولا هيعملوا لك الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانك، والتيوبيركولوم امبار هيعمل لك البوستيريور وان ثيرد اوف ذا تانك، وبينهم هتبقى في حاجه كده سالكس اسمه سالكس ليميتاتس، سالكس تيرمينيتس اسمه سالكس ايه؟ الطنج على فكره لما هناخده هنلاقيه كده مقسمينه انتيرو تو ثيرد وبوستيرو وان ثيرد. انتيرو تو ثيرد طالعين من اللاترال سويلنج والكوبولا، والبوستيرو ثيرد طالع من ايه؟ من التوبيركولار امبار. وهنا لا 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 عشان خاطري استنى شويه، عشان خاطري الله يخليك خمسه بس الساعة اللي خمسة فوق خمسة. أنا قلت لك ما تدخلوش. خلاص يا جماعة؟ يبقى الأنتير تو سيرد أوف ذا تانك من الاثنين لاترال سويلنج مع الكوبولا والبوستيريور وان سيرد طالع من تيوبيكولا انبار. ماشي الكلام؟ عندي جونكشن ما بين الأنتير تو سيرد والبوستيريور وان سيرد هيحصل اندوديرمال انفاجينيشن. هيحصل اندوديرمال ايه؟ انفاجينيشن.
يعني ايه يا رجاله؟ يعني لو ده الانتيريو 2 ثيرد اوف ذا تانج وده البوستيريو 1 ثيرد هو كفرد بمين؟ بالاندوديرم صح؟ الاندوديرم ما بين الانتيريو 2 ثيرد والبوستيريو 1 ثيرد هيحصل له انفاجينيشن لتحت ويعدي بين يعمل لك حاجه اسمها ايه؟ ثايرويد بريمورديوم. ثايرويد ايه؟ بريمورديوم. يعني الثايرويد هتطلع من الاندوديرم at the junction of anterior two third of the tongue or posterior one third of the tongue او ما بين الكوبيولا والتيوبركولم in bar. ماشي؟ والله ما ماشي، شكلكم مش فاهمين. بص كده، بص لو ده anterior two third of the tongue وده posterior one third of the tongue وده الميكوزا فوق هيحصل فيه diverticulum كده هنسميه الثايرويد دايفرتيكولار او ثايرويد ريموت هيتشد وينزل لتحت وتقوم تتنها تنزل تنزل الاول بتبقى كنال بعد كده بتبقى سوليد الاول كنال اسمها ثايرو جلوسال داكت اسمها ايه؟ ثايرو جلوسال داكت الاول بتبقى كنال بعد كده بيحصل فيه سيلولار بروليفريشن وتعمل لي حاجه اسمها سايرو جلوسال داكت لا لا اشوفها مفيش حاجه طويله جدا والله العظيم ثانيه واحده ساعه الساعه لسه يا بيلا خمسه لا 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 الا ثلاث دقائق دلوقتي طب لسه الا ثلاث دقائق معلش والله العظيم عشان خاطر معلش بس خلص بالخمس ايه كان زماني خلصت والله العظيم والله العظيم معلش معلش طب لسه خمسه تعالى لا تعالى ونروح كده تعالى ونروح دقيقه واحده ده الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج وده البوستيريور وان ثيرد ماشي شايفين الاندوديرم هيحصل له انفاجينيشن لتحت يعمل حاجه اسمها سايروجلوسال داكت اللور بارت اوف ذا سايروجلوسال داكت دي هيحصل فيها بروليفريشن وتتقسم لتو لوبس وتعمل لك التو لوبس اوف ذا ايه؟ اوف ذا كيت توصل في الاسبوع السابع للاس اناتوميكال بوزيشن ان فرونت اوف ذا نك لانها نازله 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 عند الاسبوع السابع تقوم ايه؟ واقفه في مكانها وتتقسم لتو لوبس وكونكتد اكروس الميدل لاين بار وهي نازله هتعدي على فين؟ على الهيويد يتعدي قدام الهيويد يتعدي ورا الهيويد يتعدي ثرو ذا هيويد ماشي الكلام يا شباب؟ هنا بقى ادي السايرو جلوسال داكت اللي هو البارت بتاعها بروليفريت ويعمل لك انجلاند وهي نازله هي نازله من عند مين يا شباب؟ عند جاكشر ما بين انتير تو سيد والبسيو وان سيد اللي هو الطرف وبعدين يعني السيارة اللي بيدوها هيموريجي محاضرة ويدوها علاج المونستولوجي محاضرة لا يرضي مين ده؟ كملوا المحاضرة عليكم السلام وبعدين